هون آخر بطاقة كتائبية بإقليم جوني. كنت مع الكتائب؟ كنت مع الكتائب. هيدا آخر بطاقة مديلي إياها شيخ بيير الله يرحمه الكبير. بعدك لليوم؟ لا، هيدي كان آخر مرة. ليه؟ بتعاطى بالحزب وقتها. نقل الحزب، صاروا قوات لبنانية وهيك، كان أنا صار عندي ولدين، ما عاد دخلت مع القوات، ما عاد جددت بطاقاتي يعني. كنا صار عنا ديسبسيون، شو بقولوا، خيبات أمل بالحرب. الكبار منا وعيه، وراشد جوزي ناطر كل حياته ما دخل بحزب. عندك ملاحظات على الكتائب اليوم؟ لا، حزب عطى كتير دم للبنان. ما عندي ملاحظات على ولا حزب. كل حزب مفكر. بس ما بتأيدي؟ ما بأيد ولا حزب بقى. لا، أنا مع الثورة. صرت قائدة بالثورة لأنه أنا مع وجع الإنسان ومع أهل بلدي. بس كل حزب بفكر حاله أنه هو قتل حاله وعطي دم وعطي شهداء لبلده. سو ما فينا نلومهم يعني.